يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لمن هاجر من بلاد الكفار ببدنه ولكن لم يهاجر بقلبه، حيث يرتكب من الذنوب ما لم يكن يرتكبها في بلاد الكفر ويتساهل في فعل الطاعة، ما نصيحتكم لمثل هذا؟ أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يهاجر ببدنه وقلبه. أما هجرة البدن بدون هجرة القلب فلا تفيد شيئا. نعم.